السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مرهان من اي سي ماركتس. كده عليا كده ان الصوت تمام؟ تمام، مساء النور يا استاذ مهند، ايه الاخبار؟ عملتوا ايه في السوق؟ الدنيا تمام معاكم؟ يعني الاشارة بتاعت السكالبينج على الدولار الامريكي كانت كويسة جدا، استيل لحد دلوقتي مكمل في الاشارة بتاعت السكالبينج شغال. هتكلم عن ايه النهارده؟ هتكلم على مؤشرين اللي هما التمساح بالتذبذب بتاعه او الاوسيليتور بتاعه. ده كان بيل ويليامز اتكلم فيه، او هو مقتنع ان ده هيعرفك امتى السوق بيبقى نشط، امتى تقدر تاخد تريده كويسه في وقت قليل. وده الوحيد اللي انا شفته ممكن تشتغل عليه على ال5 دقايق كويس، فانا هتكلم عليه بالتفصيل. هما اسمهم اليجيتور وجيتور، ده بيل ويليامز. احنا خدنا اكسليتور وخدنا الاوسم اوسليتور، ده اللي احنا هناخده النهارده. الاليجيتور والجيتور اوسليتور الاثنين ليهم علاقه ببعض، الاثنين ليهم علاقه ببعض، فده اللي انا هتكلم فيه النهارده. في اشارات الدخول ماشي تمام، يعني لو عندك مشكلة معينة اكتبها لي على التليجرام. يعني ايه المشكلة بتاعت الدخول؟ ايه المشكلة بالظبط بتاعت الدخول؟ يعني احنا لو هنتكلم على السيت اب بتاع السكالبينج على الربع ساعة مثلا على اليورو دولار اهو، اوكي، فانت واخد اشارة البيع. مش انا مش بتكلم على سونيك، انا بتكلم على الاشاره اللي انا يعني اللي انا بقالي من اول السنه بتكلم فيها، اللي هي القمه اقل من قمه، القمه الثانيه عادي يعني، وهي بتتعمل ممكن يبقى ليها شكلين. دي القمه دي اتعملت وهي كسره السحابه، كسره السحابه وكسره الموفين، خلاص يبقى دي كده تمام برضه. اول اغلاق سلبي بتدخل، تمام، اول اغلاق بينها سلبي بتدخل. في بقى الطريقه الثانيه اللي هي ايه اللي بيحصل، اللي هي ادي دي مثلا اللي هي القاع اعلى من قاع، بس القاع والقاع التاني وهو بيتعمل يكون اوريدي القاع التاني طالع يخترق السحابه وشيكو زبان راجع ورا. يعني لو هنقارن دي بدي، يعني لو في حاله الصعود كان الاسعار عامله كده تمام، بس القمه التانيه اوريدي كده، القاع التاني اوريدي كده، ده اللي معمول هنا. فانت لو خدتها كده صح ولو لقيتها كده برضه كده صح، دي اشارات الدخول. دي كده كانت اشاره بيع على اليورو، ودي اشاره شراء على اليورو، تمام، ده الاشارات. فانا بتكلم ان اشاره البيع على اليورو لحد دلوقتي لسه فاليد، يعني لسه لحد دلوقتي ما اخترقش حتى التنكن سن والكيلو سن، وما دام الشيكوز باند ورا خليك زي ما انت. الدولار زيه بالظبط، يعني الدولار الامريكي المؤشر هو المؤشر هنا، العقد خلص بس ممكن نجيبه برضه عشان اوريه لكم. معلش ندور بقى على دي اكس واي. اشارة السكالبينج على طول، اعملهم يعني اعملوا لهم سيت اب على طول. حتى اللي انا هشرحه النهارده ده، دي الاشاره اهي، دي انا اتكلمت فيها النهارده اهي. كنا احنا هنا اوريدي، احنا كنا هنا، فهو كمل، هو كمل زي ما هو. كيف دي اشاره انت واخدها على الدولار؟ اي تذبذب بيحصل، يعني النهارده كان جيروم باور بيتكلم، النهارده كان في اخبار، اي تذبذب بيحصل خليك زي ما انت، ما دام ده ما غيرش واداك هبوط او يخرجك خليك زي ما انت على نفس الوتيره، اوكي، خاصه ان انت على فريم اكبر في سايد واي، فغالبا انت رايح للمقاومه دي تاني كده. انت بتدمج بس، تعمل دمج الفريمات الصغيره مع الفريمات الكبيره، طبعا ده هتقرب يعني عشان بس تعمل دمج كويس، فانت خلاص اخرك هنا يعني، اوكي. ماشي حاضر تمام. طيب انا في حاجه تانية اشوف، بس انتوا كلكم حضرتوا كده، اوكي. الحاجه التانية ان انا الخميس الجاي ان شاء الله
كلهم طيبين هيكون في سيشن، لان كنت فاكره ان الخميس هيكون تالت يوم العيد، فعادي اوريدي نبدا السيشن، بس يعني غالبا هو هيكون تاني يوم العيد، فمش مش هعرف اكنسل السيشن دي لان اوريدي بتبقى متجهزه بقالها شهر. فالسيشن اللي جايه هنكمل باقي مؤشرات بالولينز، وازاي لو فيها لو في امكانيه لدمج مع مؤشر تاني هقوله. انا المؤشرين اللي انا هتكلم فيهم دول مهمين. حد سمع قبل كده عن السكالبينج بتاع الموفينج؟ انتوا عارفين ان الموفينج افريج ليه استراتيجي للسكالبينج، الاربعه والتسعه وال18 دي موجوده في الكتب، دي موجوده في كتب السي اف تي والسي ام تي، ان الموفينج ممكن تشتغلوا عليه كسكالبينج ليه استراتيجيه. كان حد عملها بس دي معتمده عشان موجوده في الكتب اوريدي، اربعه وتسعه و18، بس انا ما بفضلهاش. اوريكم، انا ما اعرفش انتوا عارفين حاجه زي كده ولا لا، بس دي اصلا استراتيجي اصلا ليها طريقه دخول وخروج والكلام ده كله. طبعا ده مش موضوعنا، بس هقول لكم ان اللي انا هشرحه النهارده احسن من 4 و9 و18 في ده يعني دي استراتيجي على الفريمات الصغيره. موفينج عادي خالص، بس بتبقى 4 الكلوز عادي، ونغير الألوان 4 و9، ده دي حاجة ليكم عشان برضه تعرفوا الفرق، و9 نغير اللون، وفي 18 دي حاجة معتمدة في الكتب. لو حد عايز يتريد سكالبينج في أي سوق مش بس فوركس، اهو هي دي. عشان كده انا ما بحبهاش، يعني انا بقولها اهو ممكن في حد غيري، بس انا مش بشتغل عليها. بس هي فكرتها ايه؟ حتى لو على 5 دقايق، انا ما بحبش اشتغل على فكره 5 دقايق، تعرفين. لكن اللي انا هقوله لكم ده لا، يعني شايفاه كويس جدا على 5 دقايق، بس مش دي. بس فكره ده ايه؟ فكره ده ان هو بيستخدم 3 موفينج. طبعا عندك الاربعه والتسعه وال18، الاربعه ده هو اللون الاحمر. لو اللون الاحمر ده اخترق الاثنين موفينج التانيين لاعلى، واللي في النص ده اللي هو التسعه اخترق ال18، دي باي سيجنال، دي بتكون باي سيجنال. طبعا انا جايبه ال5 دقايق لان انت لو جبت على ال4 ساعات سوري على ربع ساعه ونص ساعه، هتلاقي الموضوع صعب جدا انك تبص فين الموفينج في الموضوع. تمام؟ لا هنا باينه، بس في حاجات تانية لا الموضوع هيبقى رخم. المهم 5 دقايق اوكي، وده تاخد من السوق بتتكلم في 20 30 نقطة برضه وتخرج. ما تخرجش من السوق طول ما الأحمر ده ما كسرش الاتنين موفينج التانيين. طب أبيع امتى؟ ده هنا كسر الاتنين موفينج التانيين وطلع، دي فول سيجنال، دي فول سيجنال. ده هنا تمام لحد دلوقتي تمام. طب ده بقى انا بقول لكم الفكره، احنا هنمشي على مؤشرات اللي هو مؤشر الاليجيتور. الاليجيتور ليه علاقه بالموفينج بس متشفت قدام، ثلاثه موفينج متشفتين قدام، وده شايفاه كويس جدا. لكن طيب الغي منين فكره الفولس سيجنال؟ ما هو في فولس سيجنال حصلت. بيل ويليامز راح جاي عامل مؤشر الجيتور، او هو مش مؤشر، هو اوسيليتور، اوسيليتور مطروحين، يعني نفس ارقام الموفينج اللي احنا نستخدمها على الشارت، لكن طارح اكبر واحد من اصغر واحد عشان يوريني ان دي فولس سيجنال، ما تدخليش عليها بيع، ما تدخليش عليها بيع. تمام؟ او ما تخرجيش عليها، ما تخرجيش من السيجنال دي عشان انت لسه في الشارع زي ما انت، خليكي في الشارع زي ما انت. اوكي؟ طيب هو يعني ايه ليه اليجيتور؟ ليه مسميه التمساح؟ بيقول لك ان التمساح ليه فترة يعني بيبقى نايم بيصحى ياكل وينام تاني وهكذا، وكل ما طالت مدة نومه كل ما بيصحى جعان جدا. هو ده يعني هو ده الكونسبت بتاع المؤشرين دول. فمقسم الموفينج ل3 حاجات، ان انت بتتكلم في تعالوا بقى ده كده ده كده كده، ما هو ده موجود في الكتب. اوكي؟
ده الدولار الأمريكي، ده بيل ويليامز. نبدأ بالأليجيتور، هو عبارة عن إيه؟ 13 و8 و5 أو 5 8 و13، ده عبارة عن الفك، ده إحنا من جوه لبره، من جوه الفك وبعدين السنين، وده وبعد كده ده الشفايف بتاعته. إن هما الاتنين دول اللي عامل منهم اللي هو الأوسيليتر. طيب ال 13 يبقى انت كده عندك 3 موفينج، 3 موفينج برضه بس متشفتين، يبقى انت عندك الخمسه. طبعا انا مش هقعد اقول لك ده الفك والسنان لا لا لا، انا هاخد من الصغير للكبير، يعني هقول لك اصغر رقم لما يقطع الرقمين التانيين وهكذا، عشان نتكلم بسرعه ما نفضلش نقعد نقول في مصطلحات هو عاملها. 5 و8 و13 دول الثلاثه موفينج، كل واحد من دول مشفته عامل له شيفتنج لقدام. انا شايفه ان الشيفتنج بيفرق، بيفرق هقول لكم بيفرق في ايه قبل ما احطه. هات موفر 50 تمام، اعمل للموفر 50 شيفتنج لمثلا 10 مرات قدام او 10 كاندلز قدام، نفس ال 50 يعني 10 15 اي حاجه 10. تعالوا هنغير هنا، شايفين الفرق؟ مع ان ده 50 وده 50، بس ده 50 عادي وده 50 متشفت. طب ما تقولي 50 متشفت 10 يعني 60، تعال احط 60. فده ينفع ليه؟ لو انت حد بيتداول سكالبينج اوكي، وعجباك جدا الطريقه بتاعت الاربعه والتسعه وال18، بس عايز حاجه نفس الاربعه والتسعه وال18 بس تبعد لك شويه عن الاسعار عشان تقدر تتفادى الفولس سيجنالز دي، يبقى الاربعه تسعه 18 زي ما هما بس شفتهم، شفت قدام. دي طريقه، دي طريقه تفكير مش اكتر. حط بقى 60 من غير الشيفتنج، انت هتفتكر ان هو هيتحط على ده بس هو مختلف خالص، فاهمين؟ يعني ده 50 وده 50 متشفت 10 وده 60، شايفين الفرق؟ مختلفين مع انهم نفس الارقام. طيب عشان كده هو عامل موضوع الشيفتنج. الشيفتنج انا ما استخدمتوش قبل كده، انا بس طبعا عارفاه من الاشيموكو ان هو اللي متشفتين 26 يوم قدام، لكن انا كنرهان انا ما استخدمتش الشيفتنج قبل كده. بس فكره ان بيل ويليامز عامل شيفتنج للمؤشر بتاعه وفي فرق فيه فعلا، دي حاجه كويسه تخليك تشغل دماغك تشتغل عليه. تعالوا بقى تاني، بيل ويليامز اهو اليجيتور، الخمسه و18 و13، خمسه و8 سوري، خمسه و8 و13، ال 13 مشفت 8، ال 8 مشفت 5، ال 5 مشفت 3، ال 5 مشفت 3 دي ليهم علاقة بالاستوكاستيك بس مش موضوعنا دلوقتي. فهو ابلاي للميديم برايس مش للكلوز، للميديم برايس. طب انا ممكن اغير انا فيه؟ اغير انت فيه لو هو احسن اغير فيه، يعني انا دلوقتي هو بالميديم برايس، هو ده شكله اوكي، ده الميديم برايس، ده الديفولت بتاعه. طب انا لو انا عايز اعمل بالكلوز مثلا يبقى شكله عامل ازاي؟ انتوا جربوا اوكي. في ناس ممكن تبقى عندها وقت اكتر مني ان هي تجرب وتشوف الانسب ليها. كنت عايزه اغير الالوان بس مش هعرف دلوقتي عشان ما نغيرش الدنيا، بس خلينا كده بالكلوز نشوف الفرق هيبقى عامل ازاي. لا قريبين جدا، قريبين جدا من بعض. ممكن لو عليه تايم فريم يفرقوا؟ لا برضه. تايم فريم أكبر؟ لا برضه مش فارقة تمام، مش فارقين لأن أرقامهم أصلا صغيرة. أما لما تيجي تحط موفينج وليكن 50 بالكلوز و50 بالميديان، هتلاقي ميديان برايس هتلاقي فرق شوية. طيب يبقى نشيل هنا واحد، ده رقم صغير، هل من المنطق انك تشتغل عليه على الفيرمات الكبيره؟ حتى لو الكتب باينه لك تشتغل على الفيرمات الكبيره،
او مش محدد تايم فريم اللي تشتغل عليه عموما، هو محدد طريقه تشتغل بس مش تايم فريم معين. لكن انا شايفه انك برضه تشتغل عليه سكادجول، وانا شايفه ان نص الخمس دقائق كويس. ليه الخمس دقائق كويس؟ لان كده كده انت بتتعامل مع ارقام 5 8 13. 5 8 13 يا جماعه دي ارقام قليله جدا انك تستخدمها على الساعه والاربع ساعات والديلي. طيب ده الخط الازرق ده ابعد واحد هو الفك، او ده السنان وده الاقرب بالنسبه له اللي هو الشفايف. طيب يبقى مين اقرب واحد للاسعار؟ اللي هو 5 5 8 13. 5 8 13 نفس الفكره. انت دلوقتي بتشتري امتى وتبيع امتى؟ هتشتري لما انا لسه ما جبتش الاوسيليتور معايا. الاوسيليتور بس فكرته هو ده، فكرته انه بيدخلك اشارات او بيدخلك صفقات وبيحدد لك الاتجاه اللي تدخل بيه. طول ما الاسعار فوق الثلاثه موفينج اتجاهك ايه؟ صعود. طول ما الاسعار تحت الثلاثه موفينج، خد بالكم ان ده فريم 5 دقائق وواخد منه اشارات. طول ما الاسعار تحت الموفينج الثلاثه موفينج يبقى انت في اتجاه هابط، يعني هو بيديك اتجاهها. ده هينفع معايا، انا ما جربتش على الدقيقه بس انا شفت على 5 دقائق ان هو كويس. والربع ساعه ونص ساعه كويس، يعني انا بالنسبه لي 5 دقائق وربع ساعه ونص ساعه كويس. ممكن يبقى كويس على الدقيقه، ما اختبرتوش على الدقيقه، لكن هي نفس الفكره. اوكي بس انا يعني انا نزلت ال5 دقائق بالعافيه، فالدقيقه دي صعبه بالنسبه لي. فهو بيديك اتجاه. اوكي ومن حركه الموفينج الثلاثه موفينج ببعض هيديك اشارات الدخول. طيب يبقى انت كده محتاج مين؟ محتاج الحاجه تحميك من الفولس سيجنالز، حاجه تحميك من الفولس سيجنالز. فراح جاي عامل لك اللي هو الاوسيليتور، اللي هو جيتور اوسيليتور. فكرته هو مؤشر اضافي للمؤشر ده. طب بيعمل ايه؟ بيقول لي مدى توافق الموفينج مع بعض. مدى توافق الموفينج مع بعض، يعني انت ممكن تاخد الاشاره زي دي كده مثلا وانت كل ده اصلا سايد واي، فتاخد فول سيجنال. فمدى التوافق يعني مدى القوه اللي مسيطره، القوه الشرائيه او البيعيه. فعملها لي على حاجه اوسيليتور، في واخد الفرق ما بين اكبر حاجه اللي هو مثلا ال 13 وال 5، وبيتعامل مع الزيرو وبيتعامل مع الزيرو. طب فكرته عامله ازاي؟ احطه لكم كمان عشان نبدا. الاثنين مع بعض لازم مهمين، الاثنين مع بعض هما يشتغلوا الاثنين مع بعض، اللي هو الجيتر اوسيليتر. اي حاجه اوسيليتر بتعرف ان هي مطروحه او مقسومه، بس هنا مطروحه ما دام موفينج يبقى مطروح من بعض. فهو عامل كده، هتلاقيه فوق الزيرو وتحت الزيرو. طب انت بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل مع البارات والشكل بتاعه، الشكل بتاعه نفسه. طيب هو بيقول لك ان التمساح بيمر باربع مراحل على الاوسيليتر ده. شوف لو حد عنده سؤال، عشان بس انا شايفه ان في اسئله. تمام خلاص حاضر. موضوع السوينج حاضر. الشكل ده هو عبارة عن ايه؟ مفيش حاجة تحت الزيرو بس ومفيش حاجة فوق الزيرو بس، ده مختلف شوية. هما الاتنين هتبقى فوق الزيرو وتحت الزيرو، هي الفكرة بس في البراد شكلها ازاي، الأخضر فوق وتحت والأحمر فوق وتحت، ولا في فوليوم قليل ولا لأ، ولا هما كلهم ميكسات مع بعض زي كده. فهو ده بيقول لك ان التمساح بيمر باربع مراحل. اول مرحله فكره الاستيقاظ، ان هو يصحى، عباره عن ايه او اعرفه منين؟ يعني اعرف ان لو لقيت ان الفوليوم يعني قريب، مش فوليوم بقى، ان البراوت قريبه من الزيرو، اوكي يعني صغيره، المسافه بتاعتها صغيره كده قريبه من الزيرو وملهاش لون معين، يعني هتلاقيها داخلة في أحمر وأخضر وميكس كده زي ما انتوا شايفين. دي فكرة إن التمساح في حالة يعني إيه، بيصحى مفيش حركة في السوق، لسه مكلش. إحنا عايزين فترة الأكل عموما عموما، يعني هو عامل الموضوع ده لما التمساح يفتح بقه وياكل. هنا هتلاقي الخمسة
كسرت ال 8 وال 13 خلاص هو كده بياكل. احنا عايزين مرحلة الاكل، احنا مش عايزين اي مرحلة تانية، احنا عايزين مرحلة الاكل ومرحلة ان هو خلص اكل عشان تقفل ارباح، تقفل على الارباح. هي هو كان كونسبت غريب بس يعني هو نفس الفكرة، لازم تفهم الفكرة ماشية ازاي. فهنا الوان مختلفة. ده يعني انت شايف المنظر ده، هل من المعقول انك لو شفت ان الخط الاخضر، خلينا الاخضر نعمله بولد شويه لان ده الاساس بالنسبه لنا، هل طبيعي لو انت شفت ان الاخضر معدي الاتنين موفينج تدخل شرا؟ مش هتدخل شرا. الشكل ده يقول لك ان انت في حاله ثبات. كل ما الشكل ده يطول تاني، كل ما الشكل ده يطول، كل ما المده دي تطول، كل ما هو اول ما يبدا ياكل هيبدا ياكل بقوه. ليه؟ لان دي مرحله يعني يا اما الاستيقاظ او قبل او مرحله النوم، يعني دي لسه هو ما صحيش، لسه ما فاقش يعني من الاخر. اوكي، فكل ما المرحله دي تطول كل ما انت عارف ان الحركه اللي جايه هتكون قويه على تايم فريم 5 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه. تاني بيل ويليامز ما اتكلمش عن التايم فريمز اللي احنا نستخدمها، بس انا شايفة ان ده ارقام صغيرة مستحيل اشتغل عليه على الفريمات الويكلي والديلي والربع والاربع ساعات والكلام ده. انتوا لو جبتوها هتتلخبطوا، انتوا لو جبتوها هتتلخبطوا. ممكن تاخدوا من الموفينج نفسه ان انت حتة القوة، لما بحط انا لما بتحط الاشيموكو على الساعة بطريقة السكالبينج، هل احنا بنشتغل عليها على طريقة الساعة على الساعة؟ لا، بس طول ما الاسعار بتختبر السحابة بس وتطلع فده سترينث. نفس الفكره يعني انا هقول لكم على الفيلمات الكبيره تبقى عامله ازاي. المهم ان الفتره دي مش فتره انك تدخل في السوق مهما طولت. ده يقول لك ان انت في سايد واي، اي شجره تاخدها فوق ما تاخدش خالص بيها. تاني حاجه ان هو مرحله الاكل، الاتنين فوق الزيرو وتحت الزيرو قلب اخضر. هل هنا شفتوا ده؟ هل هنا شفتوا ده؟ لا، هنا يا فوق اخضر يا تحت احمر، يا فوق احمر يا تحت اخضر، وهكذا. اوكي، وانس انك تعمل اخضر بالشكل ده 3 بارات على الاقل، اتليست 3 بارات ورا بعض، 3 بارات متصاعدين، يعني البارة دي يعني البارة دي اكبر من البارة دي اكبر من البارة دي بالتسلسل كده تصاعدي من الصغير للكبير. لازم تعرف ان انت خلاص هو بياكل، هو اوريدي خلاص كده، دي كده انت لازم تلحق لان ده وقت الاكل بتاعه. مع انا ده الوقت الاكل بتاعه، ان هو دي احسن فتره ممكن تاخد فيها تريد، احسن فتره ممكن تلم منها نقط على اي تايم فريم اللي انا قلته لك. طيب فوق بقى هتلاقي ان اوريدي الاخضر كاسر الاثنين موفينج. لو الاخضر كاسر الاثنين موفينج خلاص شكرا. على فكره هو كاسر الاثنين موفينج من بدري، من قبلها، بس لازم تستنى دي. بص هو ده تأكيد، ده تأكيد مش أكتر. هتستنى كتير، أنت كده هتستنى كتير شوية، لأنه أول كسر كان من هنا، طب وكسر الاتنين من هنا. طيب لو أنت هتستنى على الأقل 3 بارات يبقى أنت هتستنى دي، هتستنى دي. عايز تاخد الريسك وتدخلها مع كسر ده، بس التلاتة يبقوا متباعدين. التلاتة متباعدين يعني إيه؟ يعني ايه التلاتة متباعدين مع بعض؟ يعني التمساح فتح بقه تمام وبياكل، التلاتة بعدوا عن بعض، التلاتة بعدوا عن بعض. هتاخد ريسك بس تبقى عارف ان هنا لازم تلاقي اخضر جاي تمام. طب حصل احمر، احمر بعد كده مالكش دعوة، مالكش دعوة بحاجة زي كده. ليه مالكش دعوة بحاجة زي كده؟ طول ما الاخضر ده ما لمسش الاتنين التانيين اصلا، انت زي ما انت، زي ما انت في التجربه بتاعتك. هو هنا بيقول لك ان انت هو بياكل اوريدي خلاص، ما عنديش مشكله في اللون، خلاص ما عنديش مشكله في اللون، هو بياكل اوريدي. بس طول ما انت عامل زي الهيستوجرام، طول ما انت بتقل خلاص انت تمام، انت تمام برضو هنا في حاله ثبات خلاص. طب تعرف امتى؟ هتلاقي ان رجعنا لزي دي. يعني ايه رجعنا لزي دي؟ بس حاجة مختلفة، رجعنا زي دي بس حاجة مختلفة، اللي هي ايه؟ البراد بقت مسافتها قريبة من الزيرو قوي،
بس كلهم لونهم احمر. طب تعالوا بقى كده، دي اول مرحله. تاني مرحله، مرحله الاكل، تمام. هو تالت مرحله ان انت تعرف ان هو بدا يشبع، من ناحيه ان بدا يبقى فيه بارات حمراء ايا كان مكانها فين، فوق او تحت، بس انا مش شايفاها عمليه. انا مش شايفة يعملوا سكيب للحته الثالثه دي، للمرحله الثالثه اللي هو قرب يشبع. لا لا لا، انا معاه لحد ما الاخضر ده يبدا يقربوا من بعض تاني. طول ما الاخضر ده كده انا ما عنديش مشكله بقى تظهر لي لونها احمر، تظهر، ما انا ماليش دعوه. انا طول ما انا شايفه ان الاخضر اللي هو الخمسه بعيدة عنه هما الاثنين، انت ستيل في الاكل. وانس انك تلاقي الاثنين لونهم احمر، بس بشرط ما يبقاش كده. تقوليش ما هو الاثنين هم لونهم احمر، انا هقفل صفقتي. ده بعيد عن الزيرو، ده لسه فاتح بقه، حتى لو بدأ يشبع بس هو لسه فاتح بقه. اول ما يبدأ يقفل باحمر كله، خلاص انت كده اوريدي بتني ارباحك. فكانت النتيجة انك لو هتدخل بعد ما الكسر، بس هتستنى الاشاره دي المفروض ان انت مستنيها وهتلاقيها عشان ما تدخلش في سايد واي تاني، فانت المفروض واخد مثلا من هنا لحد هنا 40 نقطه على 5 دقائق. ما تنساش انك على 5 دقائق. طيب انا لو دخلت كانت على دي، داخل من هنا مثلا، داخل على دي، داخل من هنا، خارج على كام؟ على 25 نقطه. انت على ال5 دقايق، انت مش محتاج اكتر من كده، انت مش محتاج اكتر من كده، تمام. انا خدت ده بالتفصيل. طيب هو بيحميك، يعني انا شايفاه فاليد جدا او شايفاه يعني كويس جدا على ال5 دقايق. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان هو بيفديك او بيخليك تتجنب فكرة سايد واي، انك ما تدخلش في سايد واي. تعالوا طيب، انا اعرف منين دي هتقارنها باللي فاتت؟ يعني ده كده كان نايم، ده فتح بقه، يعني اوريدي ده خلاص بتقارنه باللي فات. تعالوا، عشان هتقولي طب ما هنا صغيرة مش كبيرة زي دي، انت هتقارن بس باللي فات. تعالوا هنا، هنا ستيل اوريدي، ده على الدولار الامريكي، اوكي، ده على الدولار الامريكي. ده كله، طب انا هقول لكم على حاجه، انا كنت معاكم الثلاث صح، يوم 20 الاشاره دي كانت هنا، وقلت لكم دي اشاره شارع، كان على ربع ساعه. والله لا، ده 5 دقايق، ده بعيد قوي. طب ثواني كده، عايز اشوف حاجه تانية. 22 ده كله النهارده، ده كله النهارده. لو هنيجي نتكلم في النهارده ده، يعني حتى في نزولي للدولار على فكره هو ما دخلنيش، ما عمليش حاجه. ليه ما عمليش حاجه؟ هقول لكم ليه ما عمليش حاجه، بس انا عايزه اشوف حاجه تانية. انا كنت معاكم يوم 20، بس ده عشان 5 دقايق، صعب قوي، صعب ان انا اجيبه دلوقتي. بعت طيب، خليها في الاخر، عم اجيبها لكم على الربع ساعة احسن. كانت دي تقريبا، كانت دي المنطقة دي، كان الدولار الأمريكي عامل قاعة أعلى، كان مدي السيت أب بتاع الشراء على ربع ساعة تقريبا، تمام. تعالوا هنا في المنطقة دي كلها، لأن هو بعد كده نزل الأول تقريبا. المنطقة دي كلها، هل على ال5 دقايق المؤشر ده طبعا هيدي لك فول سيجنالز، أوكي، بس مين اللي بيحميك من الفول سيجنالز ده؟ طول ما ده فيه احمر واخضر، ده انت ما بتاخدش فيه حاجه. دي وقت الحركه، دي وقت الحركه، تمام.
فانا يعني الحته دي كلها انت مش داخل فيها. اوكي، انت دخلت هنا تاني، انت دخلت هنا. خدوا بالكم، خدوا بالكم ان هو مش طول الوقت التمساح بياكل، تمام، بس لما بياكل لازم انت لازم تاخد الفرصه، يعني لازم انت تاخد الفرصه. فلما ياكل هتلاقي ان الفرصه بتاعتك اتليست 90% صح. لو فوت فرص مفيش مشكله، بس لما تاخد الفرصه هتاخدها صح، تمام. ودي هنا دي كانت واضحه قوي مع ال5 دقايق. هو مش كتير سايد واي، بس هو ما برضو ما هنا مدخلني. انتوا شايفين، انتوا شايفين انا عامله زوم قوي عشان اوريكم الشكل عامل ازاي، شكل عامل ازاي. تعالوا هنا على الدولار الامريكي، وده 5 دقايق اللي هو اساسا انا ما بشتغلش عليه، فانا شايفاه كويس على 5 دقايق، تمام. هنا لون اخضر واحمر مع بعض، لا مش عايزه كل ده هنا، ده هنا كله اخضر ومتصاعدين، تمام. 1 2 3. طيب الإشارة فين؟ الأخضر قطع الخمسة و الخمسة سوري قطعت 8 و13 لفوق. أوكي، أنا جوه، أنا جوه لحد دلوقتي من ساعة الدولار ما بدأ يبقى فيه صعود، أو الإشارة أهي. ليه أنا جوه؟ يعني لو دخلنا من هنا لحد دلوقتي على الدولار، لان الاخضر ما كسرش ولا واحد، ده حتى ده هنا عمل تيست للثمانية وطلعنا تاني. هل هنا في اي اشاره تقول لك انا اجني ارباح؟ ما هو ده جني الارباح. جني الارباح فين؟ تدخل هنا جني الارباح اتليست ده، بس ده اللي هيديك اشاره، يعني ممكن يديك اشاره بدري، او ده كسر الخمسه للثمانية وال13 وهتلاقي ده قلب كله احمر. طب ما ده قلب كله احمر، ما قفلتش ليه؟ لان انا ليا بالاخضر، انا لا، ما هو ده اللي هيدي الاشاره الاول شويه. عشان كده بقول لكم وانس ان هو فاتح بقه بالطريقه دي ما تقفلوش صفرته، ما تقفلوهاش، حتى لو لقينا احمر كله، حتى لو لقينا احمر كله. وكمان الاحمر ده نقفله لما يكون معلش قريب من الزيرو زي كده. علموها لما تبقى البراد لونها احمر كلها بس تبقى قريبه من الزيرو. اما دي بيقول لك ان هو قرب يشبع، اوكي، بس ما قالكش انك تقفل لانه اوريدي لسه فاتح بقه بس قرب يشبع. هو بيديك هنت بس انا ما تقفلش غير لما الاحمر كله يبقى هنا وقريب من الزيرو. اوكي، دي طريقته لحد دلوقتي لسه جوه. تجني ارباح امتى؟ لو الاخضر قطع. تعالوا كده مثال تاني بقى. اللي انا قلته ده في مشكله؟ كل اللي انا قلته ده فيه مشكله؟ انا كل ده واخده الدولار الامريكي تقريبا كده من اول الاسبوع، بدانا من اول الاسبوع لحد دلوقتي على ال5 دقايق. تعالوا نجيبه، هبريكم حاجه على الساعه بس طبعا تمام، مش هيبقى، خلينا على زوج تاني، خليه هنا على زوج تاني عشان اوريك. ده الساعة مثلا، طيب الساعة أنا لو هستخدمه عشان بس فكرة الموفينج، يعني الأسعار طول ما هي في اتجاه صاعد قوي فهي هتحافظ على الثلاثة موفينج دول، صاعد قوي هتحافظ على زي فكرة التنكن سن والكيجن سن، تمام. ما هو التنكن سن عبارة عن 9 والكيجن سن عبارة عن 26. اوكي، فأنا بالنسبة لي طول ما الاتجاه الصاعد قوي فأنا بتعامل مع التنكن سن والكيجن سن. ده ممكن نفس الفكرة أهو، طول ما هو قوي فهو الأسعار بتصحح للتلاتة موفينج بس وتطلع، بتصحح للتلاتة موفينج وتطلع. ده على فكرة ممكن يحميك من حتة ان انت عارف ان ده فلوس، سوري، ان انت عارف ان ده سايد واي، انت النازله دي مش نازله بيع. تخيلوا بقى ان اليورو دولار النازله بتاعت القمه اقل من قمه، وده ما كانتش نازله بيع،
كانتش نزلت بيها خالص. ليه؟ ده من الشكل ده مفيش اي حاجه، دي مش حركه. فما دام مش حركه السوق معاك سايد واي، ما دام مش حركه السوق معاك سايد واي. تمام. على فكره هو كان مدي الاشاره دي بتاعت الشراء، يعني اليورو. تمام. بصوا هنا متصاعدين، اهم حاجه متصاعدين، فده هنا عمل تيست بشكل كويس، واول اغلاق ايجابي لو انت خدتها كنت هتاخد 60 نقطه، 60 نقطه بس. طبعا يعني هتخرج امتى؟ مع اول كسر اللي هو اوريدي الاسعار، انتوا عارفين ان الاسعار بتبقى سابقه سابقه الموفينج، اسعار سابقه الموفينج. اوكي. الموفينج ابطا، الموفينج ابطا. تمام. وهنا بدا الزيرو والاخضر مع بعض، انت هنا ممكن تمشي سايد واي تاني بس لسه مش متاكد. قولوا لي يا سيدي. انا يعني انا شايفاه احسن على الفيرمات الصغيره عموما. تمام. تعالوا نطبق على اليورو على فريم. انا عاجبني الخمس دقايق بس، طبعا هتكلم معاكم على ربع ساعه. ده بقى مفهوش فكره القمه اقل من قمه والقاع اعلى من قاع، هو ده لي في فكرة إن السوق بيتحرك، فأنت إلحق خد نقط بس. ده دي بصوا، ده اللي بتكلم فيه، ده اليورو على الخمس دقايق. لو أنت داخل من هنا، لو أنت داخل من هنا، هنا كله أخضر وبدأ يكبر معاك تصاعدي، أصلا قمم أعلى أصلا. أوكي. طول ما أنت نازل الفرق هو أخضر برضه. تمام. عشان بس تبقوا فاهمين فكرة البارات الأخضر فوق وتحت الزيرو، فكرة الأكل، فالأكل في الصعود أو الهبوط بالنسبة للتمساح مش فارقة، مش فارقة. إحنا بنتكلم يعني ما تقوليش ده البار أخضر، البار أخضر فوق وتحت والأسعار بتنزل إزاي؟ لأ، البار أخضر يعني في حركة في السوق إذا كانت صعود أو هبوط. البار بقى لونه احمر كله قريب من الزيرو بعد ما كان فيه اكل، يبقى كده انت كده بدات خلاص التمساح بيشبع، يعني كده حركه السوق هتبدا. مفيش حركه. اوكي. مفيش حركه يعني تخرج من صفقتك، لانه ممكن يغير اتجاهه. اوكي. هتخرج امتى؟ اكشلي انت المفروض تخرج بعد ما الاخضر ده يخترق الاثنين دول، او يخترق اتليست واحد فيهم. يعني انا مع الاشاره دي تاني. طب ما هنا اخترق الاحمر او الخمسه، اخترق الثمانيه. اوكي. وانا المفروض ما خرجتش. هنا كان ممكن يخرجك، هنا كان ممكن يخرجك. تتفادى ده بايه؟ ان الاخضر لازم يخترق الاثنين تاني. تتفادى ده بايه؟ الاخضر يخترق الاثنين. عموما عموما طول ما التلاتة بعاد عن بعض دي مرحلة أكل. طول ما العموم يعني طول ما أنت شايف إن التلاتة بعاد عن بعض دي مرحلة أكل. أنا شايفة إن الأخضر ده لو اخترق الاتنين دول أخرج، وكده كده أنت كسبان، كده كده أنت كسبان. المفروض أنت دخلت منين؟ ده هنا الأخضر أو الخمسة كسر التمانية والتلاتاشر وبعدوا عن بعض، وده هنا كان الأخضر كله. يعني دي مرحلة دخول في السوق. امتى بالظبط كانت هنا؟ ستين نقطة. انت مش محتاج على الخمس دقايق 60 نقطة عموما. عموما انت مش محتاج على الخمس دقايق 60 نقطة، مش محتاج ده. سوري، هي مش 60 نقطة، هي 35 نقطة. تمام. هي 35 نقطة. أنا على الخمس دقايق كحد بيتريد على الخمس دقايق، أنا الماكس بتاعي 20 نقطة واخد، حرفيا الماكس بتاعي 20 نقطة واخد. طب الستوب بتاعي فين؟ اكشولي دي أنا يعني مرحلة الأكل، هو مش هيبدأ ياكل في نفس الوقت يعني يروح جاي خلص أكل بسرعة، مفيش حاجة اسمها كده، يعني مفيش حاجة اسمها كده. فهو هيجيب لك ال 20 نقطة. فكرة الانعكاس ممكن يعكس في الشمعة نفسها، لكن اوريدي التلاتة في طريقهم، يعني ممكن يعكس حاجة بسيطة. فأنا بالنسبة لي الستوب
مش هقدر اقول لك بنقط معينه غير لما ده الاخضر يخترق تاني الاتنين موفي، يخترق تاني الاتنين موفي. تاني لازم تفرقوا ان ده فكرته مختلفه، فكرته نفسها مختلفه، بيدخلك لما السوق بيتحرك، ما ينفعش يدخلك على اساس ان السوق متحرك هو مش متحرك، مفيش كده. ما دام ده فتح بالشكل ده عن اللي فات يبقى دي الحركه، ده وقت الحركه. اوكي فدي كانت تريده. تعالوا كده على الربع ساعه او نص ساعه، مش فارق معايا اي حاجه، هتلاقوها اكيوريت شويه، يعني الموضوع ابسط شويه، ابسط شويه. انا برشح برضو الربع ساعه ونص ساعه، انا معاكم فيه، بس انا دايما بقول لكم انا الحاجات اللي انا بشتغل بيها مش بحبها على الخمس دقايق، وممكن تديني فوش سيجنال. ده الوحيد اللي لقيته على الخمس دقايق، لا ليه لا، ما انا اشتغل بيه، بس هو كويس جدا برضو على ربع ساعه ونص ساعه. دي اي اشاره تاخدها هل ينفع تاخدها اصلا؟ حتى لو الاخضر اخترق الاتنين موفينج، فين الاكل؟ فين الفوليوم؟ مفيش فوليوم. ده على الربع ساعه ايوه، يعني دي كلها انت مترقب، انت مفيش اي حاجه، في حرفيا مفيش هنا حاجه. بدا الاخضر يخترق الاتنين. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان لو الثلاثه موفينج لقيتهم حرفيا فوق بعض كده، تعرف ان في حركه قويه جايه. عموما اي حاجه بتلاقوها مع بعض عامله زي السكويز. طيب هو هنا بيوصف السكويز. عموما السكويز ده ممكن تاخده من مين؟ ممكن تلاقيه وممكن ما تلاقيهوش. ليه ممكن تلاقيه وممكن ما تلاقيهوش؟ هو بتاخده عموما على البولينجر، انا ما كملتش البولينجر باند، بس ممكن تلاقي سكويز على البولينجر باند وممكن ما تلاقيهوش، لان البولينجر باند قايم على 20 موفينج افريج. يبقى مين اللي يديك سكويز اكتر؟ مين اللي يديك سكويز بشكل احسن؟ تعالوا هنا، ده السكويز. في حاجه في التكنيكس بتاعت البولينجر باند، حاجه اسمها سكويز. السكويز ان الثلاث حدود بتوع البولينجر باند بيقربوا جدا من بعض، يعني هو سايد باي، لدرجه انك ما بتعرفش تاخد تريده منه. في فرق بين ان السوق يمشي سايد باي كده فيبقى ليه قمه وقاع، تقدر تاخد منهم تريدنج، القمه تبيع عند القاع تشتري، وفي ان الاسعار ماشيه لك سايد واي لكن انت مش عارف تاخد تريده فيها، دي بنسميها سكويز. الوحيد اللي بيبينها لك من المؤشرات هو البولينجر باند، لما الثلاث حدود يقربوا من بعض بالطريقه دي، تعرف ان اللي جاي فيه حركه قويه، اللي جاي فيه حرفيا حركه قويه. السكويز بيقول لك ان في انفجار سعري هيحصل. انتوا شايفين، اعتقد انتوا شايفين الانفجار السعري اللي حصل على التايم فريم اللي انت فيه، على التايم فريم اللي انت فيه. مين الافضل بقى؟ مين اللي اداني سكويز بشكل احسن؟ ده تمام. ففكرة ان هما كذا لون مع بعض، لا مش كذا لون، هما لونين، الاخضر والاحمر قريبين جدا من الزيرو، والبارات بتاعتهم صغيرة جدا، ده سكويز، ده اسمه سكويز، ده فكرة سايد واي. وكل ما بيطول كل ما بيبقى الحركة اللي جاية أقوى. تمام، ثلاث بارات متصاعدين خلاص، وده طلع، معلش هشيل ده، دي مرحلة الأكل، واحد اتنين تلاتة. حتى لو دخلتها متأخر، حتى لو ده، بصوا أنا مع أول إغلاق إيجابي فوق السكوين، فوق المنطقة كلها، خلاص أنا جوه. المفروض بس تبقى مستني إيه؟ لو دخلت بدري أنت مستني إيه؟ ده لازم ده يديك اخضر ومتصاعد كده. ما دام كل ما يكون متصاعد كل ما ده يكون فاتح، كأن التمساح فاتح بقه قوي، فخلاص. اوكي اخرجت امتى؟ المفروض خرجني هنا، خرجني كده، خرجني، يعني هو دخلني. لو هنقول الاشاره المتاخره هنا، فهو خرجني هنا برضه 40 نقطه، 30 نقطة، يعني 35 نقطة أقل حاجة. ليه خرجني هنا؟ ليه خرجني؟ خلاص دول قربوا من بعض، يعني الزيرو البارات قريبة لون أحمر،
خلاص، وبدأ يعمل لي مين؟ يعمل لي الأخضر والأحمر ده، دي في حالة سباق. خلاص هو نايم أصلا، يعني هو كان نايم تمام؟ يعني بصوا، دايما دايما الأخضر والأحمر مع بعض قريبين من الزيرو زي ده كده، هو كده خلاص، هو يعني دي كده كانت منطقة سايد واي. بس ما طولتش ما طولتش، بس هو خرجك، هو اداك سيجنال واضحة انك تخرج. هل خسرك؟ مرحلة الأكل ما فيهاش خسارة. تاني، مرحلة الأكل بالنسبة لي ما فيهاش. آه، وده كله ده ربع ساعة، ده ربع ساعة تمام. هنا الأخضر كسر الاتنين الأحمر والأزرق، ده عمل تيست ليهم هما التلاتة. التيست دي بتبقى مهمة برضو. ده لمين؟ ده اليورو دولار. بصوا، الشمعة طلعت عملت تيست للتلاتة موفين. دي حاجات بتبقى اللي هي دي إشارات بتبقى زيرو انعكاس كده، عشان دول ستيل موفينج. بس طبعا بص هنا، هنا دول متصاعدين تمام، وبدأ يديني اصلا حاجات متصاعدة. يعني حتى لو دخلت هنا انت كسبان، يعني اوريدي دخلت بعد الشمعة دي تمام لحد دلوقتي 30 نقطة. طب لو دخلت هنا ما دام متصاعد تمام بعد اول اغلاق سلبي برضه 20 نقطة. فاوريدي حتى لو خدت نقط قليلة فانت مش خسران، انت مش خسران تمام كده. حد عنده سؤال؟ اللي انا قلته ده عايزاكم تطبقوه معاكم. 5 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ابقوا جربوه على الدقيقة، ابقوا جربوه على الدقيقة. يعني انا مش من انا بالنسبه لي دقيقه بالنسبه لي لا، من الافضل ولا لا؟ طيب خلينا نبص على الداو جونز على طول، وقولوا لي لو حد كده عنده اي سؤال. الداو جونز هو الداو جونز على ال4 ساعات، بص محافظ على مين؟ على التنكن سن، بس شيكو زبان ورا. هي دي منطقة ارتداد، بصراحة دي منطقة ارتداد. وعموما لو كسر المنطقة الحالية يروح لي ال 33 660. تعالوا كده، اللي هتعرف منها إذا كان المنطقة الحالية أو المنطقة اللي بعد كده، هل المؤشرات مدياك أي دايفرجنز إيجابي عند المنطقة دي ولا لأ؟ طب هو لا مش مدي حاجة. طب لو في على فريم أقل شوية، أو ده دايفرجنت، ده دايفرجنت زي جاب. بس احترم الفريم اللي انت فيه نص ساعة، أصل الفريم النص ساعة ده يعني ممكن يروح يختبر لك الموفين تاني وينزل تاني. تعرف منين ان ان ده هيبدأ يطلع فعلا؟ هما لما احترم موفين زي ده 100 وبيختبر وينزل. طيب هنا عندنا دايفرجنز اوكي، وهنا اول مره يدي دايفرجنز على فكره، هنا اول مره يدي دايفرجنز، يعني في القاعين دي ما اداش ولا مره. فدي ممكن تبقى فعلا حقيقيه، بس هتعمل ايه؟ تعمل ان ده القاع ده اللي انت معتمد عليه لو هتدخل الصفقه، يعني ده القاع اللي معتمد عليه، كسر واقفل لان بعد كده هيروح ل 660. فبتعالوا كده مرحله ثبات رهيب على نص ساعة، مرحلة ثبات حرفيا رهيب. يعني ده دي مش مرحلة، دي بالنسبة لمؤشر التمساح ده كله سايد واي اوكي، ده كله مش مرحلة أكل. يعني تاني، مرحلة إنك تلاقي الفك فتح، يبقى أنت أوريدي بتاخد، أوريدي بتاخد نقط، تاخد نقط في وقت قليل. ده مش مديك أي حاجة على الربع ساعة. طيب الإشارة دي كانت قبل كده كويسة، بصوا ده دي كانت تمام جدا. أول 3 خلاص، هنا نام تاني ما عملش حاجة، هنا اوريدي اتحرك بس نام بسرعة، يعني خد الصفقة دي
يعني رهيب بصراحة، الداو جونز رهيب، بس لو هتشتغل عليها 5 دقايق باللي احنا اتكلمنا فيه عادي ممكن تشتغل عليها 5 دقايق على فكرة، عادي ممكن تشتغل عليها 5 دقايق، بس انا مش شايفة اي حاجة برضه على 5 دقايق لسه، ولا ده حتى اختارك الاتنين، وحتى لو اختارك لازم ده يبقى في مرحلة اكل، لازم يكون في مرحلة اكل. اوكي تمام. لا هو يعني ده، بس هقول لك على حاجة. تمام يا استاذ مهند، هتفيدكم، انا شايفاها مفيده بصراحه، بخاصه الناس اللي بتتريد على فريمات صغيره. هقول لك على حاجه، هو نص ساعه مدي ده، بس تاني ما تنساش الرول بتاعته، تنساش الرول بتاعته ان ده كل ما الفتره بتاعته تطول كل ما ده كان سكويز، والحركه اللي جايه هتبقى قويه. اوكي الحركه اللي جايه هتكون قويه، ما هو ده طولت جدا 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 على فريم نص ساعة، بس ده سكويز، فكل ما المدة تطول كل ما اللي جاي حركة قوية. تمام ده اللي بتعرفه من الشكل ده. والله يعني حركة قوية أنا بالنسبة لي ممكن تبقى لفوق، يعني صعود، والله أعلم. أنت كده كده بتدور على الصعود، خلينا بس متفقين على حاجة، احنا كده كده فكرتنا الصعود، انا مشكلتي المنطقة بس، فانا كنرهان انا دخلت المستويات دي اساسا، انا دخلت المستويات دي، هو يعني هو الداو جونز لو من انا داخلها من 800 وشوية، اوكي ف 800 وشوية لو نزل ل 660 لو عكس لي 200 نقطة، هو ده انعكاس في الداو؟ طب ما يعكس 200 نقطة واشتريه تاني، فانت اوريدي بتدور على الشراء، بس فكرتك بس هو منين؟ من دي ولا اللي تحت شوية بس؟ اوكي اشوفكم على خير الخميس اللي جاي، كل سنة وانتم طيبين، وهكمل باقي المؤشرات بيل ويليامز، احنا كده فاضل لنا الفراكتلز. تمام وانا شايفة يعني انا بالنسبة لي الفراكتلز هو ده اللي هركز عليه السيشن اللي جاي. تمام وكده يبقى كله المفروض خدناه، اخر واخر واخر واحد اللي هو الماركت اندكس انا بالنسبه لي مش فاليد قوي، الفراكتلز احسن، فده هتكلم فيه. تمام شكرا ليكم شباب، اشوفكم على خير، شكرا.